مع الأسف الشديد من أكتر الترندز الموجودة على السوشيال ميديا هي الكلام عن فيروس كورونا واللي هاجم معظم النجوم من الوسط الفني وكمان الرياضي أو كل الناس تقريبا الفترة اللي فاتت بقوة جديدة جدا، لدرجة أننا سمعنا خلال الكام يوم اللي فاتوا عن إصابات كتيرة جدا بين الفنانين، في منهم اللي ربنا تم شفاه على خير وفي اللي لسه. وكان من الأسماء اللي اتصابت بالفيروس الفنان أحمد حاتم، واللي بالمناسبة لسه نازل له فيلم جديد في دور العرض وهو فيلم ليلة قمر 14، واللي بيشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوي وشيرين رضا. ومن الفنانين كمان اللي أصابهم فيروس كورونا خلال الأيام اللي فاتت كان الفنان الكبير رشوان توفيق، تامر حبيب وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد. وخليني بس أقول لكم أنه مع الأسف القائمة طويلة جدا، ولو قعدت أقول أسماء الفنانين أو الرياضيين اللي اتصابوا بفيروس كورونا خلال الأيام اللي فاتت ممكن نقعد الحلقة كلها نتكلم، لكن في النهاية أسرة البرنامج بتتمنى للجميع الشفاء، وكمان بنأكد على كل الناس أنهم ياخدوا بالهم خصوصا الفترة دي، لأن من الواضح كده أن الحالات بتزيد، فياريت بجد كل حد فينا ياخد باله من نفسه ومن اللي حواليه عشان ربنا يكرمنا كلنا ونعدي الفترة دي على خير بإذن الله.